السلام عليكم، معكم الأستاذ أيمن محفوظ من مدارس الوطن العربي، مدارس مادة علوم الحاسوب. راح نستكمل حصة اليوم اللي بدينا فيه من الحصص الماضية، بوابات المنطقية. الحصص الماضية حكينا في عندنا 5 بوابات منطقية، 3 منهم أساسيات و2 مشتقات. البوابات المنطقية الأساسية الأند والأور والنط، والبوابات المنطقية المشتقة الناند والنور. بالحصة الماضية أو بالحصتين الماضيات أخذنا البوابة المنطقية أند، تعريفها، رمزها، جدول الحقيقة، مبدأ العمل والدائرة الكهربية الخاصة فيها. هذه البوابة المنطقية أند. اليوم راح نأخذ البوابة المنطقية أور. البوابة المنطقية أور واللي تعتبر البوابة المنطقية الأساسية الثانية. راح نأخذ زي ما أخذنا بالأند، راح نأخذ اليوم كل التفاصيل بس عن البوابة المنطقية أور. راح نأخذ رمزها، راح نأخذ تعريفات عنها، راح نأخذ مبدأ العمل، راح نأخذ جدول الحقيقة، وراح نأخذ الدائرة الكهربية اللي بتخصها. طيب زي ما بتعرفوا، زي ما أخذنا بالأند، البوابة المنطقية أور أول إشي ممكن ينطلب منك في الوزارة تكون عارف رمز البوابة المنطقية أور. رمز البوابة المنطقية أور، شو يعني رمز البوابة المنطقية أور؟ يعني الرسمة تاعتها أو الشكل تاع البوابة المنطقية أور. رح نرسمها عندنا هون، نبدأ فيها. رمز البوابة أور، رمز البوابة أور هي كالتالي: منحنى، منحنية، تمام. وبعدين بنلفها هيك، في عندي مدخل أول ومدخل ثاني ومخرج. مدخل أول ومدخل ثاني وعندي المخرج. المدخل الأول راح يكون اسمه X، والمدخل الثاني راح يكون اسمه Y، والمخرج راح يكون اسمه A. المخرج راح يكون اسمه A. طيب الآن طلاب ممكن يحكوا: يا أستاذ عندي هاي البوابة المنطقية قريبة على البوابة المنطقية أند في الرسمة أو في الرمز تاعها، تمام؟ كيف نفرق بيناتهم؟ رمز البوابة المنطقية أور عند المداخل منحنية، أما في أند مستقيمة. في أند مستقيمة، أما في أور عند المداخل في عندي انحناء هون، انحناء، تمام؟ وبعدين بلفها، هاي تكون رمز البوابة المنطقية أور. طيب زي ما أنتم ملاحظين، مدخلين عندي، عندي مدخلين، مدخل أول اسمه X والمدخل الثاني اسمه Y، وعندي مخرج واحد اسمه A. طيب شو التشابه مع AND؟ AND نفس الشيء، بوابة منطقية AND اللي أخذناها الحصص الماضية، نفس الشيء، مدخلين، مدخلين X Y و A، X Y و A بAND، وبأور نفس الشيء X Y و A، تمام؟ بس عند المداخل منحنية، هذا الفرق بالشكل. طبعا في مبدا العمل وفي الوظيفه البوابه المنطقيه اور طبعا تختلف عن اند، زي ما راح نشوف بعد شوي، اذا نبدا ناخذ ملاحظات عن البوابه المنطقيه اور. اول ملاحظه عن البوابه المنطقيه اور: تعد واحده من البوابات المنطقيه، من البوابات المنطقيه الاساسيه، منطقية الأساسية، الأساسية. ونرجع نذكر، في عندنا 3 بوابات منطقية أساسية: الأند والأور والنط، وفي عندي بوابتين مشتقات: الناند والنور. طيب الملاحظة الثانية، وانت تطلع على الشكل زي ما انت شايف، لها مدخلان، لها مدخلان اللي هم الإكس والواي، لها مدخلان الإكس والواي، لها مدخلان، مدخل الإكس ومدخل الواي. طيب ملاحظة ثالثة عليها، لها مخرج واحد فقط، لها مخرج واحد فقط اللي هو زي ما انتم شايفين من خلال الشكل A. طيب لا بسألني طالب: يا أستاذ، هل رسمة أو رمز البوابة أور
ثابتة، يعني دائما المداخل اسمها اكس وواي وايه. انا بحكي لك لا لا، بس التيبيكال ايش النموذجي؟ ايش النموذجي؟ رمز البوابة اور ايش النموذجي؟ اكس واي اي. يعني لو طلب منك الوزارة وحكى لك رسم لي رمز البوابة المنطقية اور، رمز البوابة المنطقية اور، راح تعطيه الرسمة هاي كاملة مدخلين بمخرج، المدخل الاول بتعطيه اكس والمدخل الثاني بتعطيه واي والمخرج بتعطيه اي. هذا ايش النموذجي. طب هل الوزارة وجب لك الرسمة هاي، رسمة البوابة اور، وحط لك هون مثلا ام وار ودي، في مشكلة؟ لا ما في مشكلة، ما في مشكلة، تمام؟ أعطاك أي رموز ثانية على المداخل وأي رمز آخر على المخرج ما في مشكلة، بس إذا طلب منك رسمة البوابة كيف أنت أرسمها؟ أرسم رمز البوابة أور، ترسم له هاي الرسمة وبتعطيه إيش النموذجي؟ لي إكس بواي بأي، إكس بواي بأي، إكس بواي بأي. إذن نرجع نشيك على المعلومات، إحنا نحكي على البوابة المنطقية أور، بوابة منطقية أور هي البوابة المنطقية الثانية، الثانية الأولى كانت، الثانية عندي أور. في عندي ملاحظات عليها؟ بوابة منطقية أساسية وليست مشتقة، لها مدخلين إكس واي ولها مخرج واحد فقط اللي هو A، ولها مخرج واحد فقط اللي هو A. طيب الملاحظة بعديها أو الملاحظة الرابعة على هاي، تسمى ب أو المنطقية، أو المنطقية اسمها باللغة العربية، تمام، بوابة أو المنطقية، أو المنطقية بالعربي، بالإنجليش سموها أور. لو سألوك حقولك ارسم لي رسمة أو المنطقية، رسمة أو شوية أو المنطقية، شوي بوابة أو المنطقية، هي نفسها أور، نفسها أور. نرجع نتذكر عشان نعرف نقارن مع بوابة أند. بوابة أند كان اسمها، بوابة أند كانت تسمى ب و المنطقية، و المنطقية. أما بوابة أور تسمى ب أو المنطقية، أو المنطقية، تمام؟ طيب نرجع نعمل مقارنة بين أور وأند. أور وأند، أور تعد واحدة من البوابات المنطقية الأساسية، أند تعد واحدة من البوابات المنطقية الأساسية. أور لها مدخلان إكس واي، أند لها مدخلان إكس واي. أور لها مخرج واحد فقط إيه، أند لها مخرج واحد فقط إيه. لحد الآن زي ما أنتم شايفين أول ثلاث ملاحظات متشابهات بين أند وبين أور. طيب أور تسمى ب أو المنطقية، أما البوابة المنطقية أند تسمى ب والمنطقية، والمنطقية. طيب راح ننتقل الآن لكتابة العبارة المنطقية للبوابة المنطقية أور. العبارة المنطقية، العبارة المنطقية للبوابة أور، للبوابة أور. طيب كيف نجيب أو كيف نستنتج أو كيف نطلع العبارة المنطقية لأي بوابة؟ كيف نطلع العبارة المنطقية لأي بوابة؟ زي ما أخذنا في البوابة أند، زي ما أخذنا في البوابة أند، بس أجي أطلع عبارة منطقية لأي بوابة منطقية، بروح على المخرجات، بروح على المخرجات، هاي المخرجات عندي، بطلع الرمز الموجود عندي، وإذا حسب ما هو موجود عندك الآن بالشكل، تمام؟ الرمز اللي أنا فارضه هو إيه؟ فإذا بحط إيه تساوي، إيه تساوي، تمام؟ طيب بطلع على الرسم عندي، شو الرسم عندي؟ رسمة أند ولا رسمة أور ولا رسمة نط؟ زي ما احنا شايفين الرسم عندي هي رسمة أور. طيب بحط في النص هون أور. الآن أور لها مدخلين، مدخل أول ومدخل ثاني. طيب شو المدخل الأول عندي؟ المدخل الأول زي ما انتم شايفين عندي اسمه إكس، فإذا بحط إكس، والمدخل الثاني عندي اسمه واي زي ما انتم شايفين بالشكل، بحط واي. أصبحت العبارة المنطقية جاهزة عندك، A تساوي X or Y، A تساوي X or Y، X or Y. إذن عشان أطلع العبارة المنطقية لأي بوابة، راح يكون عندنا في عبارة منطقية لنط، في عبارة منطقية لناند، في عبارة منطقية لنور،
الاخبار المنطقيه الان زي ما اخذنا نفس الاستنتاج، بروح على المخرجات بحط المخرجات حسب ما هو الرمز بحطه، ايه بحط ايه، ام بحط ام، ار بحط ار، حسب ما هو الرمز عندي بحطه، بحط اشاره المساواه، بعدين بطلع على البوابه الموجوده عندي، هاي اور، اور الى مدخلين، المدخل الاول اكس اور واي، هاي اكس اور واي، وفضل ابدا من فوق لتحت، من فوق لتحت، ولو عكست ما في مشكله، بس بفضل انه ابدا من فوق لتحت، بصير عندي اي تساوي اكس اور واي، اكس اور واي، هاي عباره منطقيه للبوابه اند. طيب لو فرضنا انه عندي هاي البوابه مش اور، بوابه اند، لو فرضنا انه هاي البوابه عندي بوابه اند، تمام؟ بنفس المدخلات بنفس المخرج، شو بتغير عندي في العباره المنطقيه؟ بصير عندي A تساوي X and Y، X and Y، تمام؟ نفس التفكير كاستنتاج عبارة منطقية، نفس التفكير، بس بطلع شنو العبارة، شنو البوابة، إذا كانت OR بحط OR، إذا كانت AND بحط AND. طيب، عشان نقدر نستوعب اللي أخذناه هنا، تمام؟ نأخذ بعض التمارين وبعض المسائل ونحاول نحلهم، تمام؟ هون أمامكم زي ما راح تشوفوا عشان نستوعب اللي أخذناه عندي هون، شوية تمارين وشوية مسائل. نمسح هون عندي هاي الملاحظات وحاول وأنا بكتب فكر معي وحل معي، تمام؟ عشان تكون الأمور عندك كلها تمام، الأمور كلها تكون عندك تمام. تمارين ومسائل على خدنا تمارين ومسائل. السؤال الأول عندي، اكتب العبارة المنطقية، المنطقية للبوابات المنطقية الآتية، للبوابات المنطقية الآتية، البوابات المنطقية الآتية. إذا السؤال طالب منك زي ما أنت شايف، طالب منك تكتب عبارة منطقية لبوابات، راح أعطيك إياها الآن، أرسم لك إياها، تمام؟ أول بوابة بفرع ألف، بوابة هاي، الآن أنت حاول تستنتج هاي بوابة إيش؟ بوابة أند ولا بوابة أور ولا بوابة نوت؟ هاي أم وهاي آر وهاي إف. فرع باء، حاول تستنتج انه هاي البوابة اللي عندك برسم فيها الان فرع باء هي بوابة ايش؟ بوابة ار، بوابة اور، بوابة انت ولا بوابة نوت، هاي ار ام ومثلا كي. طيب نبدا الحين بفرعين هون قبل نطلع السؤال الثاني. اول شيء لازم افرق، اعيد من جديد، لازم افرق شو الفرق بين عبارة منطقية وبوابة منطقية. هاي اسمها بوابة منطقية، وهاي هون عندي بوابة منطقية. طيب شو مطلوب مني؟ مطلوب مني اكتب العبارة المنطقية، اكتب العبارة المنطقية. طيب ابدا زي ما تعلمنا قبل شوي كيف نكتب العبارة المنطقية لاي بوابة، ببدا بروح على المخرجات، على المخرجات بطلع ايش المخرجات عندي زي ما انت شايف. ممتاز، مخرجات هي اف تساوي. طيب بطلع على نوع البوابة زي ما انت شايف هون عندك، ايش نوع البوابة عندي؟ اور ولا نط ولا انت؟ طبعا راح تعرف انها انت لانه تفرق هاي بوابة انت خط مستقيم عنده وراء داخل، اما بوابة اور فهي منحنية، بوابة اور منحنية عند المدخلات، اذا هاي بوابة انت بحط هون في النص انت، تمام؟ انت لها مدخلين، المدخل الاول اسمه ام، المدخل الثاني اسمه R حسب ما انت شايف R. إذا صفت عندي العبارة المنطقية لأول بوابة F تساوي M and R، F تساوي M and R، نفس التفكير أفكره على الفرع الثاني، بروح المخرجات، المخرجات عندي K، هي K تساوي إيش نوع البوابة؟ نوع البوابة R، نوع البوابة أور، هي منحنية، نوع البوابة أور، منحنية، نوع البوابة أور، هي بحط أور عندي هون، هي
الاول. ثم داخل عندي مدخل اول اسمه ار بحط ار، والمدخل الثاني ام بحط ام. اذا صفت عندي العباره المنطقيه ك تساوي ار اور ام ار اور ام. طيب الان ناخذ سؤال ثاني ان شاء الله يكون السؤال الاول يكون واضح. السؤال الثاني بدنا نقلب السؤال الاول، نكتب ارسم رمز البوابة المنطقية، رمز البوابة المنطقية التي تمثل العبارات المنطقية الآتية، العبارات المنطقية الآتية. عشان نقدر نستوعبه، ارسم رمز البوابة المنطقية. مطلوب مني ارسم رمز البوابة المنطقية، رمز البوابة المنطقية. طيب لايش؟ لعبارة منطقية. معطيني عبارة منطقية، معطيني عبارة منطقية، وانا بدي اعطيه البوابة المنطقية المناسبة لكل عبارة. طيب خلينا نروح على فرع الف. اول شيء بدور على نوع البوابة. ايش البوابة؟ هل هي انت؟ هل هي اور؟ هل هي نط؟ هل هي ناند؟ هل هي نور؟ تمام؟ بكل بساطة على يمين اشارة المساواة زي ما هو واضح عندك هون هي اور. فإذا اور منحنية، تمام؟ وبعدين بعد العيد لها مدخلين ولها مخرج واحد. مدخلين ومخرج واحد. هل هاي الإجابة كافية؟ لا مش كافية، تمام؟ أنا عندي مدخلين وعندي مخرج واحد، أنا عندي مدخلين زي ما بنلاحظ وعندي مخرج واحد، عندي مدخلين وعندي مخرج واحد، لازم أسمي رموز هاي المداخل. طيب نبدأ كيف أعرف المداخل؟ بروح على يمين إشارة المساواة، الأولى تكون مدخل أول هو A، والثانية تكون المدخل الثانية B. كيف أعرف المخرج؟ بروح قبل إشارة المساواة S. S قبل إشارة المساواة بكون المخرج. تمام؟ هاي رسمة رمز البوابة ورمز البوابة. طيب خلينا نروح على التمرين الثاني في العباء، نفس التفكير. طالع عندي رمز البوابة، بطلع عندي أنت ولا أور ولا نط، بلاحظ إنه عندي أنت 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 خط مستقيم، بعدين بلف. الآن في المدخل الأول والمدخل الثاني وعندي مخرج واحد. طيب هل لا هذا جاري كاملة؟ لا، لازم أعرف المدخل الأول إيش اسمه، والمدخل الثاني إيش اسمه، والمخرج إيش اسمه. طيب كيف أعرف المخرج إيش اسمه؟ قبل إشارة المساواة ال، هذا المخرج ال، تمام؟ طيب المداخل، هاي المدخل الأول وهي المدخل الثاني. المدخل الأول اسمه أم، والمدخل الثاني اسمه سي. أنت طبعا بحكي لي يا أستاذ لو حكيت حطيت الأم تحت والسي فوق ما في فرق، ما في فرق حطيت الأم تحت أو السي فوق ما في فرق، بس بفضل دائما نبدأ من اليسار لليمين من فوق لتحت، يعني بفضل إنه الأم هون والثانية تحت تكون موجودة، بس لو هذول قلبتهم تمام ما في مشكلة. ما في مشكلة، بس فضل أبدأ دائما من فوق لتحت، من فوق لتحت، تمام؟ هيك بأخذ من تمرين ومسائل على الشيء اللي أعطيناه في المقدمة، تمام؟ الشيء اللي أعطيناه في المقدمة. الآن راح أكمل باقي الأفكار على البوابة المنطقية هون، راح أكمل الأفكار اللي أخذناها على البوابة المنطقية هون، ونبدأ مبدأ عمل البوابة المنطقية هون. مبدأ عمل البوابة المنطقية هو نمسح هاي اللعبة.
التمارين ببدا عمل البوابه المنطقيه هون. ركز معي الان عشان ما نخربط بين مبدا عمل البوابه المنطقيه انت ومبدا عمل البوابه المنطقيه هون. طيب نبدا نكتب مبدا عمل البوابة المنطقية أو البوابة المنطقية أو البوابة المنطقية أو وبين قوسين ممكن أحط التعريف التعريف تعريف تاع البوابة المنطقية أو. طيب أنا راح أحاول من خلال الشرح ما أحفظك مبدأ العمل للبوابة المنطقية أور تحت هذا راح أحاول فهمك إياه تفهيم، لأنه هون في المادة عندي خمس مبادئ عمل: مبدأ عمل لأنت، مبدأ عمل لأور، مبدأ عمل لرب، مبدأ عمل لنا، مبدأ عمل لنو، وكلهم متشابهات إذا حفظت مبدأ العمل لأور كحفظ بدون ما تفهمها تمام راح تخربط بينها وبين مبادئ عمل للبوابات المنطقية الثانية. فعشان أنا أستنتج كيف مبدأ عمل بوابة منطقية أور وأفهمها فهم راح أضطر أفهمك إياها من خلال جدول الحقيقة للبوابة المنطقية أور. فراح أنزل شوي أعتمد مسافة وأحط جدول الحقيقة للبوابة المنطقية أور. من خلال جدول الحقيقة تمام نفهم وفهم نطلع مبدأ العمل. عشان ما تحفظ حفظ راح تحاول تفهم المادة فهم عشان شو ما جاك السؤال تكون أنت جاهز. فراح أطلع شوي مسافة وراح أرجع وأكتب هون عندي جدول الحقيقة للبوابة المنطقية أو هاي جدول حقيقة البوابة المنطقية أو وهي رسمة الأو زي ما إحنا مش النموذج عندي هاي إكس عندي وهاي واي عندي وهي بالمخرجات طيب كيف أرسم جدول حقيقة لأي بوابة منطقية؟ بروح أدور أول شيء على المدخلات كيف عيد السؤال كيف أرسم جدول حقيقة لأي بوابة منطقية؟ تمام؟ بروح أدور على المدخلات الموجودة عندي بلاحظ إنه المدخل الأول عندي X والمدخل الثاني اسمه Y فإذا برسم عمود X وعمود للوي برسم عمود للإكس هاي إكس عندي هون وهاي واي عندي هون هاي إكس وهاي واي. طيب شو المخرجات اللي حسب ما هو ظاهر عندي هون بالبوابة المنطقية؟ المخرجات هي A طب A إيش تساوي؟ A تساوي X أور واي X أور واي. طيب الآن بدي أحط احتمالات إكس واي زي ما أخذنا على الآن راح يكون عندي على إكس وعلى واي أربع احتمالات. هل الاحتمال الأول جاهزه والثاني والاحتمال الثالث والاحتمال الرابع. هاي احتمال أول احتمال ثاني احتمال ثالث احتمال رابع. طبعا زي ما حكينا قبل إنه البوابات المنطقية تمام تتعامل أو موجودة في الحاسوب بتعامل مع النظام الثنائي. فالنظام الثنائي إما رموز ذاته إما زيرو أو ون بس يا زيرو يا ون. فإذا المدخل الأول إكس يا إما صفر يا إما واحد المدخل الثاني يا إما صفر يا إما واحد. طيب إحنا راح نأخذ إكس واي مع بعض شو احتمالات إكس واي مع بعض يدخلوا مع بعض أول احتمال ممكن يكون عندي X1 وY1 هذا أول احتمال. الاحتمال الثاني X1 وY0 الاحتمال الثالث X يكون عندي 0 وY1 والاحتمال الرابع يكون عندي X0 وY0. إذا عندي أربع احتمالات X1 وY1 X1 Y0 X0 Y1 و X0 Y0 هاي أول احتمال.
ثاني احتمال، ثالث احتمال، رابع احتمال. أربع احتمالات لهاي البوابة المنطقية. أربع احتمالات، واحد واحد، واحد صفر، صفر واحد، وصفر صفر. تمام؟ عندي أربع احتمالات إلها. طيب، نسأل الآن، لو سألت كيف أطلع عدد الاحتمالات؟ كيف طلعت أنا عدد الاحتمالات؟ عدد الاحتمالات زي ما أخذنا على البوابة، يعني في قانون بطلع لي عدد الاحتمالات. القانون هو، إحنا قاعدين نتذكر اللي أخذناه قبل، قانون هو 2 قوة N. 2 قوة N بطلع لي عدد احتمالات جدول حقيقة. 2 قوة N، 2 قوة N، 2 قوة N، هي عدد الاحتمالات. طيب، N تمثل عدد المدخلات، أن تمثل عدد المدخلات ويساوي 2. عدد الاحتمالات كم؟ عدد المدخلات، عدد المدخلات تساوي مدخل مدخلين، مدخل مدخلين. إذا 2 قوة 2 وتساوي 4 احتمالات. عيدها من جديد، هذا قانون طلع لي عدد الاحتمالات لا جدول حقيقة. شو القانون الأساسي؟ القانون الأساسي هو 2 قوة N، 2 قوة N ويساوي 2 قوة 2. ليش 2 قوة 2؟ لأنه الأن تساوي عدد المدخلات. كم مدخل عندي هون زي ما هو ظاهر؟ مدخلين. إذن بدل أن راح أحط 2، بصير عندي 2 قوة 2. 2 قوة 2 تساوي 4 احتمالات زي ما أنت شايف، هي 1 2 3 4 احتمالات. طيب، الآن إحنا حطينا عدد الاحتمالات وحطينا كل احتمال إيش هو، الآن نعطي المخرجات. طيب، طلع كيف بطلع المخرجات؟ إذا x1 y1، x1 y1، كم x1 y1، x1 y1، المخرجات A كم راح تكون؟ راح تكون كالتالي. عملية الأور تقوم بعملية الجمع، الجمع. وذكرك الآن تقوم بعملية الضرب، الآن ضرب، والأور جمع، جمع. طبعاً احنا نجمع في النظام الثنائي، نجمع في النظام الثنائي. نبدأ في أول احتمال، واحد زائد واحد، واحد بالثنائي زائد واحد بالثنائي بعطينا على جدول الحقيقة واحد، ما بعطيني اثنين، ما في عندي اثنين بالنظام الثنائي. إذا واحد زائد واحد، واحد، واحد زائد واحد، واحد. طيب، الاحتمال الثاني، واحد زائد صفر، واحد وصفر زائد واحد، واحد وصفر زائد صفر، صفر. عيد من جديد، احتمال أول، واحد زائد واحد أعطاني مش اثنين، بعطيني واحد. النظام الثنائي ما بتعامل مع اثنين ومع ثلاثة ومع أربعة، بتعامل مع الصفر والواحد، مع الصفر والواحد. طيب، واحد زائد واحد أعطاني واحد، واحد زائد صفر أعطاني واحد، وصفر زائد واحد أعطاني واحد، وصفر زائد صفر أعطاني صفر. طيب، ليش جمعنا ما ضربنا؟ ليش جمعنا ما ضربنا؟ جمعنا ما ضربنا انه عندي المخرجات والبوابة المنطقية عندي اور، اور جمع اند ضرب، اور جمع واند ضرب، اور جمع واند ضرب. طيب، اذا واحد زائد واحد بعطيني واحد، واحد زائد صفر بعطيني واحد، صفر زائد واحد بعطيني واحد، وصفر زائد صفر بتعطيني صفر. طيب، هذا كله فهمناه فهم. كيف بدنا احنا نربط هذا جدول الحقيقة مع مبدأ العمل عشان ما ننسى ونفهم فهم كيف نربط جدول الحقيقة مع مبدأ العمل؟ طلع كيف بجيب مبدأ العمل وبدي اجيب التعريف. بجيب مبدأ العمل، بوابة منطقية والتعريف. البوابة المنطقية هي عبارة عن زي ما حكينا قبل دارة إلكترونية، دارة إلكترونية. طيب، طلع شو تعمل هذه الدارة الإلكترونية؟ دارة إلكترونية تعطي مخرجا زي ما انت شايف، ايه مخرج قيمته واحد، قيمته واحد، مخرج قيمته واحد إذا كان كلا المدخلين، كلا المدخلين أو أحدهما واحد. هاي البوابة متى تعطي 1؟ ثلاث حالات، ثلاث حالات. شو من ثلاث حالات؟ إذا كان كلا المدخلين، كلا المدخلين أو أحدهما واحد، كلا المدخلين أو أحدهما واحد أعطيني واحد. طب متى تعطيني مخرجا قيمته صفر؟ تعطي مخرجا قيمته صفر إذا كان كلا المدخلين، كلا المدخلين، كلا المدخلين صفر، كلا المدخلين صفر. إذا نعيد من جديد، نعيد من جديد عشان نفهم أكثر. لما بدأ عمل البوابة المنطقية أور، تمام، أو التعريف راح تجيبه من خلال جدول الحقيقة. طلب منك مبدأ عمل البوابة المنطقية أور أو تعريفها،
تمام؟ ممكن انت تحط على جنب جدول حقيقة كفهم بطلع معك مبدأ العمل. خلينا نشوف كالتالي، هي دارة، هي دارة إلكترونية تعطي مخرجا قيمته 1 مخرجا قيمته 1. طيب متى المخرج قيمته 1؟ إذا كان كلا المدخلين أو أحدهما 1، إذا كان كلا المدخلين أو أحدهما 1 أو أحدهما 1 وتعطي زي ما احنا شايفين من جدول الحقيقة مخرجا قيمته 0 إذا كان كلا المدخلين 0 تعطي مخرجا قيمته 0 إذا كان كلا المدخلين 0. إذن هيك قدرنا نستنتج مبدأ عمل البوابة المنطقية أو تعريفها من خلال جدول حقيقة، وفهمناها فهم بدون ما نحفظها، فإذا لما جبنا مبدأ عمل البوابة المنطقية مبدأ عمل البوابة المنطقية أي مبدأ عمل البوابة المنطقية بجيب جدول حقيقة بحطه جنبي بطلع معي مبدأ العمل، هيك بكون أنا فهمت فهم ما حفظت حفظ عشان ما أتخربط بين مبادئ العمل الخمسة. طيب عشان إحنا نثبت ونأكد المعلومة رح نأخذ بعض التمارين والمسائل اللي هي قريبة على الوزارة أو هي متوقعة تجيبوها في الوزارة على موضوعها. تمام، نمسح اللوح الآن، ونأخذ بعض التمارين اللي بتساعدنا على فهم الموضوع بشكل أكبر ونشوف كيف نهج الوزارة في الأسئلة، كيف ممكن تجيني هون عندي بالأسئلة، وندمج ليش أخذناه بالآن مع أور كله مع بعضه عشان نربط الأفكار كلها مع بعضها. ونأخذ تمارين عندي، تمام، عندي تمارين ومسائل. أول سؤال، سؤال واحد، أكمل جدول الحقيقة الآتي بما هو مناسب. جدول الحقيقة عندي كالآتي، أنا راح أفرض عندي مداخل، راح أفرض عندي مدخل الأول A B و A O P، راح أحط كمان جزء ثاني A and B. طيب بتعطي هون واحد، هاي 2، هاي 3، راح أحط مدخل أول يكون عندي 1 0، تكون عندي مطلوبة، أحط هنا عندي 1، وهاي مطلوبة، وأحط هنا عندي 1، وأحط هاي عندي مطلوبة، وأحط هنا عندي 0، أحط هنا عندي 0، وأحط هاي هنا مطلوبة، أحط على هاي ألف، باء، جيم، دال، هاء. نبدأ نفكر في السؤال الأول ونحط الجواب هنا عندي، جواب بفعل ألف إيش بتكون؟ باء، جيم، دال، هاء، واو. نبدأ عند المدخل الأول، هذا عندي جدول حقيقة مش كامل، حاط لك فراغات أنت بتعبيه، هاي ألف، هاي A، هاي B، تمام، وعندي الأور وعندي الأنت، تمام. نبدأ نطلع على السؤال شوي، تمام، نطلع على السؤال شوي ونحاول نستنتج شو ممكن تكون الإجابة. نبدأ A B or حكينا جنب،
or جر and ضرب. نبدأ الألف and ضرب. واحد A and B. A كم قيمتها 1 وال B كم قيمتها 0. ال A 1 وال B 0. A and B يعني واحد ضرب صفر، واحد ضرب صفر، واحد ضرب صفر بعطيني ألف 0 صفر. طيب أروح على الآن نفس الشيء A or B. A هي 1 B 0 واحد زائد صفر واحد واحد. طيب خلصنا من A و B ألف مال. أروح على فرع جيم ودال. فرع جيم ودال بالدور فكر فيه شوي. بعطيك المدخل الثاني 1، المدخل الأول مجهول بس معطيك معلومة اللي هي AND قيمتها 1. AND قيمتها 1 متى AND قيمتها بتكون 1؟ إذا كان كلا المدخلين 1، كلا المدخلين 1 لأنها ضرب. فإذا المدخل الأول راح يكون 1 والمدخل الثاني 1، 1 ضرب 1 فعلا بتعطيني 1. طيب خلينا نجرب إنه دال تكون عندي 0. 0 ضرب 1، 0 ضرب 1 المفروض تكون عندي هنا 0، معناته دال مش 0. دال مش 0 لازم تكون إجباري 1 عشان يطلع معاي AND 1. بتكون دال 1، 1 ضرب 1 1 تمام، هي 1 على AND. إذا دال راح تكون 1. الآن برجع لجيم، صار عندي المدخل الأول 1 والمدخل الثاني 1، وهون عندي أور 1 زائد 1 زي ما خدنا بجدول الحقيقة. جيم تعطيني 1 تمام. خلصنا من جيم ودال. أروح في العواو نفس الشيء، المدخل الأول موجود عندي بس المدخل الثاني مش موجود، بستفيد من معلومة أور، بستفيد من معلومة أور. متى أور بكون قيمة المخرج فيها، قيمة المخرج فيها قيمة أور بتكون 0؟ لما يكون كلا المدخلين 0. المدخل الأول تكون 0 والمدخل الثاني تكون 0، إذا واو راح تكون 0. إذا خفت تقربت جرب على واو 1. 0 زائد 1 1 هذا غير مقبول، إذا إجبارية واو راح تكون 1. إجبارية واو راح تكون 1. طيب أروح على فرعها. إذا فرع واو 0 0 على الآن 0 ضرب 0 راح تكون ها عندي 0، لأنه واو طلعت عندي 0. 0 ضرب 0 ها كمان طلعت عندي 0 تمام. هاي السؤال الأول. السؤال الثاني، السؤال الثاني من التدريبات، سؤال 2. سؤال 2 ما هي قيمة زد، قيمة زد للبوابات المنطقية الآتية؟ لا راح أدمج آن بوابات آن بوابات أور مع بعض، بوابات آن بوابات أور مع بعض. طيب فرع ألف، ما قيمة زد آن البوابات المنطقية؟ ألف فرع ألف تمام. راح يكون عندي أرسم بوابة منطقية AND، بوابة منطقية AND. المدخل الأول إلها 1 0 1 0 وهي زد على المخرجات ديها مطلقة. فرع B، فرع B راح أحط عندي البوابة المنطقية OR، راح أحط عندي 0 ب 0 طالب زد على المخرجات. فرع G راح أحط البوابة المنطقية OR، بوابة منطقية OR راح أحط عندي على المخرجات 0 وعلى المدخلات راح أحط 0 وراح أحط هون عندي زد، الزد جاي على المدخلات، زد جاي على المدخلات. نبلش نحل في هاي الأفرع ألف وباء وجيم. أبدأ بفرع ألف، الجواب فرع ألف، الجواب فرع ألف. زي ما انت ملاحظ هو طالب بالسؤال قيمة زد البوابة المنطقية. زد ممكن تكون عندك على المخرجات، زد ممكن تكون عندك هون على المخرجات، هون زد جاي عندي على المدخلات، على المدخلات. ابدأ في الألف، هاي البوابة لازم اعرف اول شيء بوابة ايش؟ بوابة آن، بوابة نوت، بوابة وار. حكينا بوابة آن بتكون معملية الضرب. المدخل عندي الأول 1 ضرب 0، لأن قيمة زد اللي هي مخرجات قيمة زد راح تكون 0. طيب روح على فرع باء، روح على فرع باء. نفس الشيء لازم اعرف نوع البوابة. نوع البوابة هي بوابة وار، بتقوم بالجمع. زد جاي على المخرجات 0 زائد 0 راح تعطيني 0. هاي فرع باء. فرع جيم، فرع جيم تمام. لاحظ انه قيمة المطلوب زد موجودة على المدخلات ومعطيني المخرجات عاكس عن فرع ألف وباء، عاكسها حاطين لك زد على المدخلات. طيب كيف أفكر فيك سؤال؟ شو هي القيمة اللي بجمعها على الصفر وبتعطيني صفر؟ ايش بجمع؟ بس صفر هون، صفر زائد كم بعطيني صفر؟
أنا أجرب، أفرض إنه أنا غلطت، حطيت قيمة زد واحد، بجرب صفر زائد واحد، المفروض تعطيني المخرجات واحد، بس هون معطيتني على المخرجات صفر، معطيتني على المخرجات صفر، إذا قيمة زد مش واحد، إذا صفر زائد صفر، صفر وهي قيمة الصح، إذا قيمة زد راح تكون عندي هون صفر، قيمة زد هون عندي راح تكون صفر، زي ما فهمنا هون، هيك بنكون خلصنا يا شباب، تمام؟ راح نكون خلصنا تعريف البوابة المنطقية هون، البوابة المنطقية هون، وكون أخذنا عليها جدول حقيقة، وكون أخذنا عليها مبدأ العمل، وأخذنا تعريفها، وأخذنا بعض التمارين والمسائل على البوابة المنطقية هون، على البوابة المنطقية هون، ربطناها في البوابة المنطقية أند. الحصة القادمة إن شاء الله راح نستكمل البوابة المنطقية هون، راح نأخذ كيف نصمم دارة كهربائية، نصمم دارة كهربائية تمام تمثل البوابة المنطقية أور، زي ما صممنا دارة كهربائية بتمثل البوابة المنطقية أند، البوابة المنطقية أند، وكانت حالة مفاتيح التوصيل عندها على التوالي، على التوالي. الحصة القادمة إن شاء الله راح نصمم دارة كهربائية بتخص البوابة المنطقية أور، وراح نشوف كيف رسمتها هاي الدارة الكهربائية، وشوف مفاتيح التوصيل كيف راح تكون عندي على التوالي، على التوازي، تمام؟ ونعمل مقارنات كاملة، مقارنة كاملة بين البوابة المنطقية أور والبوابة المنطقية إن شاء الله بالحصة القادمة. الله يعطيكم العافية، وإن شاء الله أموركم دائما طيبة.